السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، معكم الأستاذ محمد سيد من مدارس بدر تايجرز الخاصة. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس بعنوان من أعمال الخير. طيب تعالوا الأول نشوف الصورة دي مع بعض يا شباب. طبعا في الصورة الأولانية مساعدة الآخرين، في الصورة التانية زيارة المرضى، في الصورة التالتة زي ما احنا شايفين الرفق بالحيوان، في الصورة الرابعة إماطة الأذى عن الإيه؟ عن الطريق. طيب كل دي طبعا صور من صور أعمال الإيه؟ الخير. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا راوي الحديث يا أولاد أبي هريرة، كل سلامة من الناس عليه صدقة. طبعا سلامة اللي هي عقلة الإصبع، يبقى هنا بيقول لي كل جزء صغير من جسم الإنسان عليه صدقة، وقلنا إخراج الصدقة عن الجسم تكون بأداء إيه يا أولاد؟ طبعا صلاة الضحى. أحسنتم. كل يوم تطلع فيه الشمس، قلنا تطلع يعني تشرق، فهنا بيدل على استمرار والمداومة على فعل الخيرات. تعدل بين اثنين صدقة، العدل بين المتخاصمين، خلاص يا أولاد، أو العدل بين الناس، والصلح بين الإيه؟ المتخاصمين. تعدل بين اثنين صدقة، وطبعا دي من ضمن الصدقات القولية. وتعين الرجل، تعين يعني تساعد، وتعين الرجل في دابته، دابته كل ما يحمل عليها، طبعا سواء في البيئة الريفية من حيوانات، وسواء في البيئة الحضرية مثل السيارات والقطارات وغيرها، فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، اللي هي زي ما قلنا مساعدة الآخرين في حمل إيه يا أولاد؟ أمتعتهم. طبعا دي صدقة فعلية. والكلمة الطيبة صدقة، طبعا أمثلة كتير للكلمة الطيبة مثل رد السلام، قول الحق، الدعاء، الاستغفار، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل ده. طيب وطبعا من ضمن الصدقات القولية. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، طبعا كل خطوة بتخطوها إلى الصلاة زي ما قلنا بتكون بإيه يا أولاد؟ بصدقة، طبعا دي صدقة فعلية. وتميت الأذى عن الطريق صدقة، تميت يعني تبعد خلاص وتزيل، خلاص يبقى أي إبعاد أو إماطة أذى يمنع المارة في الطريق ده طبعا برضو بيكون إيه؟ صدقة، وده من ضمن الصدقات الفعلية. يبقى كده الحديث بيتكلم عن الصدقات، أحسنتم، القولية والإيه؟ والفعلية. خلاص هنحل يا أولاد إن شاء الله التدريبات اللي على الكتاب، طبعا دي اللغويات زي ما احنا شرحناها، هنحل إن شاء الله التدريبات، ولو في أي استفسار نراجعه تاني مع بعض بكرة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.